أنا أعرف رجلا هذا ذهب أرسلت كنت أرسلت أخي ليحفظ عنده القرآن في بادية بوادي المغرب. هذا الرجل مكث 50 سنة يحفظ كتاب الله، وأنتم تعرفون أن عندنا في المغرب الناس لا تحفظ القرآن من المصحف إنما تحفظه من اللوح، فيوقظهم قبل صلاة الصبح قبل أذان الصبح وليؤذن الصبح متى ما شاء. يعني أحيانا الصبح يصل عندنا في المغرب في 23 دقيقة، هم يستيقظون ساعة قبل الصبح يعني ما يكادون ينامون إلا وأيقظهم ليراجعوا ألواحهم، ثم ليمسحوها يغسلوها، ثم ليصبغوها، ثم لتجف، ثم ليرسموا فيها يكتبوا فيها ما يلقيه عليهم شيخهم، ثم ليتصحح الألواح. واليوم من الثالثة أو قبل الثالثة صباحا وهم مع كتاب الله إلى 12 ليلة، ثم يأتيك الآتي فيقول لك وهذا ألقي إلي، يقول مرة إنسان من الناس لا يغلط، من الناس لا يقع في الإثم، فيقول لي مرة واحد هؤلاء الناس الذين يحفظون القرآن وهذا رجل شاب ملتحي وملتزم هكذا يظن نفسه، فقال لي هؤلاء الذين يحفظون القرآن من غير فهم له كمثل الحمار يحمل أسفارا. فقلت له فغاضني ذلك جدا منه، وإنما جرأه على قوله ذاك أنه لم يعيش مع هؤلاء لينظر هو وليرى الذين عيشتهم التي عاشوها حتى جمعوا كتاب الله في صدورهم. فقلت له اسمع سأقول لك شيئا، أنت تقول هؤلاء الذين جمعوا القرآن في صدورهم لكنهم لم يفهموه كمثل الحمار يحمل أسفارا، وأنت لا تحمل القرآن فأنت كمثل حمار ولا تحمل أسفارا، لم يرك ربك صالحا لأن تكون حمارا يحمل أسفارا.